مرحبا يا شباب، واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة اليوم من سلسلة التغذية مع كابتن سامر. اليوم رح نحكي عن شغلة كتير مهمة بالنسبة لكتير من اللاعبين ونسبة كتير من الرياضيين، وخصوصا طبعا كمال الأجسام والفتنس. طبعا حنحكي عن موضوع المكملات الغذائية واللي أكتر شيء بيحتاجه الشخص الرياضي، وخصوصا لاعب كمال الأجسام وحتى الشخص العادي في الحياة العادية. كثير مننا بيعرف انه اليوم في كثير من الناس اول ما بيروحوا ليتمرنوا او اول ما بيسجل في نادي للتمرين، اول شغله بيروح بيساويها بيدخل على محل مكملات، بده يقول له كيس مكملات فيه شوي 6 7 من انواع مكملات وبياخذه معه على البيت. بيقول لك انه اللعبه مجرد ما يدخل فيها لازم ياخذ فيها مكملات، اذا ما اخذ مكملات ما حيمشي الحال. طبعا هي الفكره خاطئه للاسف، في كثير من الناس مفكره انه الموضوع لعبه او الرياضه بشكل عام او كمال الاجسام مرتبط بالمكملات، بدون مكملات ما فيك تعمل جسم. لا، هذا الشيء غلط، هذا الشيء غير صحيح. ولما بيكون صحيح في له اوقات معينه وفي معايير معينه، في دوزير معين، في جرعات معينه لازم تاخذها من امور معينه، مش كل شيء بتشوفه قدامك محل المكملات انت لازم تشتريه. ففي ناس تدخل على محل المكملات، فاول شيء بتسال صاحب المحل، اولا لا تسال صاحب المحل، صاحب المحل بده يبيعك، قول له انا بدي اخذ ايش لهي ايش ولا ايش، بيقول لك خذ وخذ وخذ، بيعدد لك طبعا 4 أو 5 أو 6 أنواع، قد يكون منها واحد بس اللي بفيدك والباقي لا. لذلك اليوم أنا حبيت أحكي عن أهم الأنواع المطلوبة للاعب الرياضي أو للاعب كمال الأجسام بشكل عام. هلا أول شغلة بنعرف إنه في شيء اسمه الواي بروتين. الناس أول شغلة بترقد على واي البروتين إنه هو أساسي، لازم ما بيلعب حديد لازم ياخذ واي بروتين. أولا لازم نعرف شو هو واي بروتين. الواي بروتين هو عبارة عن بروتين المستخلص من الحليب، يعني هو بروتين الحليب. الواي بروتين مو هو انه لازم كل لاعب كمال اجسام لازم ياخذ واي بروتين. نحن مثل ما حكينا في حلقه سابقه، لما انت بتحسب سعراتك الغذائيه وبتحسب برنامجك الغذائي بتعرف قديش احتياجك من البروتين ومن الكربوهيدرات ومن الدهون الصحيه. اللي ما بيعرف يشوف الحلقه السابقه اللي انا نزلت عن احتياج الجسم من البروتين وكيفيه حساب السعرات الحراريه. انت لما بتاخد احتياجك من البروتين باليوم بعد ما تكون حسبته، ولنفرض انه 150 جرام مثلا على سبيل المثال، فانت ملزم تدخل 150 او 160 جرام بروتين على جسمك في اليوم. فلما انت عم تأمن كامل احتياجك من الاكل او من البروتينات، من اللحوم ومصادرها ومن البيض ومن اللحوم مصادر البروتين، فانت مالك بحاجة واي بروتين. اما واي بروتين في حال انت عندك عجز او في عندك ما عم تقدر تكفي في كافة احتياجك، مثلا كامل احتياجك او كل احتياجك من البروتين، او انت بحاجة تدخل مثلا وجبة اضافية حتى تأمن كامل احتياج جسمك من البروتين، فما في مشكلة انك تاخذ واي بروتين. وانا مو انه تاخده بس انه لازم هو واي بروتين، بدون واي بروتين معناتها ما فيني اعمل عضلات، هذا الكلام غير صحيح. وخليني اقول لك شغلة كمان، انه انت لما بدك تدخل المكملات بشكل عام، خليني اقول لك انه حتى من اعتبار من الواي بروتين قبل 3 شهور، قبل ما جسمك تشوف في بداية تحسن وتأقلم على النظام الجديد وعلى الرياضة، ما في داعي تدخل أي شيء من المكملات مبدئيا قبل 3 شهور أو قبل شهرين، لحتى تشوف جسمك أنت كيف استجاب على الرياضة، كيف تأقلم مع النظام الجديد، بلش جسمك تحس إنه في تغير، صار يستجيب للرياضة، صار في إمكانية، صار في شغلات مطلوبة تدخلها على الجسم. أما مو أنت من أول يوم تدخل على النادي فأنا لازم آخذ مكملات ولازم آخذ واي بروتين ولازم آخذ ما بعرف شو. طيب هي حكينا عن اول شغله مهمه بالنسبه لاي لاعب رياضي بالنسبه اللي هو البروتين. هنحكي عن شغله ثانيه مهمه جدا وانا بنظري جدا هامه اكثر من كثير من المكملات، مكمل الكرياتين. الكرياتين عباره عن حامض اميني له دور في تعزيز الطاقه عن تحريك عن طريق تحريك مركبات الاي تي بي الخاصه بالطاقه. ما حنحكي كثير بندخل في التفاصيل الكيميائيه حتى ما نطول الحلقه. الدور الثاني هو حامض احد الاحماض الامينيه اللي بتساهم في بناء العضلات. الكرياتين في كثير ناس قاعدين يفكروا انه بيحبس مي تحت الجلد، لا، الكرياتين ما بيحبس مي تحت الجلد، الكرياتين وظيفته بيحبس المي داخل العضله. اساسا العضله لازم تعرف انه هي 70% منها مي، فاساسا وجود المي داخل العضله بيعطيها قوه وحجم وصلابه، فهو بالتالي هو احد الاشياء اللي بتساهم في الطاقه عند العضلات او عند اللاعب الرياضي. طبعا لا تظهر نتيجته مباشره، انت اخذت اليوم كرياتين ثاني يوم لازم يكون عندك طاقه، لا، هو تراكمي. يعني انت لما بتاخذ مثلا كرياتين على 10 ايام 15 يوم، وبعد ال 15 يوم بتحس حالك انه انت فعلا جسمك صار فيه طاقه اعلى، عضلاتك صار فيها نوعا ما حجم اكبر، تمام، لانه هو نتيجه تراكميه.
جرعة 5 ملي جرام باليوم كرياتين مونوهيدرات في الغالب، قبل او بعد التمرين ما في اي مشكلة، في ناس كثير بتاخذه بعد التمرين. هاي بالنسبة للمكملات الباودر اللي هو ممكن اول شيء يحتاجه بالفترة الاولى من لعب رياضة كمال الاجسام او رياضة الفتنس. هلا حندخل بقى في شيء ثاني بالنسبة للمكملات اللي هو الفيتامينات المايكرو نيوتريشنز. في كثير ناس بتغفل هذا الموضوع، واول ما بتحكي عن المكملات او بتحس حالهم هي بحاجه مكملات فتروح اول شيء بتاخذ طبعا الواي والكرياتين والبي سي اي والاحماض الامينيه و الى اخره، وبتغفل دور مهم جدا للمايكرو نيوتريشنز اللي هي الفيتامينات والمعادن المطلوبه لكل انسان حتى للشخص العادي. اول شغله في هدول اللي بدنا نعمله هو اول شغله مطلوبه ومهمه جدا للاعب الرياضي وللاعب كمان اجسام، فيتامين د. فيتامين د نحن كلنا عندنا فكره عنه انه هو عباره عن فيتامين لتثبيت الكالسيوم في العظم فقط، ما له اي وظيفه ثانيه غير هيك. لا، فيتامين د له وظائف عديده جدا ومهمه جدا لكل شخص وكل انسان وخاصه الرياضي. للاسف نحن لازم نعرف انه نحن فيتامين د ما فينا نستخلصه من الاكل الطبيعي، بيقول لك انا اذا اكلت لي شويه بيض على شويه سمك وشويه شمس خلص انا اخذت احتياجي، لا انت ما اخذت احتياجك من فيتامين د. وخصوصا الشخص اللي عايش في الدول الغربية وحتى في دولنا العربية بسبب النظام الغذائي التعبان عندنا كلياتنا. فيتامين د هنعدد وظائفه وانت حتحكم هالوظائف قد ايه مهمة هي بالنسبة للشخص العادي وحتى للشخص الرياضي. اولا فيتامين د له دور مهم جدا في توازن الكالسيوم والفوسفور داخل العظم والعضلات. دور الثاني هو له دور طبعا رفع المناعة. فيتامين د بينظم عمل هرمون غدة الجهاز الدرقية واللي هي طبعا برضو لها دور في عمليه التستوستيرون داخل الجسم، وله دور كبير في تنظيم وظائف القلب والتنفس. العمليات الكيميائيه داخل العضلات واستقلاب البروتين داخل العضلات له دور فيها كمان كثير مهم فيتامين د. فوظائف يعني هالوظائف هي كلها فانت بتعرف انه انت فيتامين يعني شغله كثير مهمه للجسم. فانا بنصح طبعا للشخص الرياضي مو اقل من 2000 ل 3000 وحده دوليه باليوم، الشخص العادي 1000 وحده دوليه في اليوم. حتى لو كنت مفكر حالك انه انت ما عندك نقص، انا رايي انك تاخذ ما بيضر حتى لو اخذته بشكل يومي. عملت تحاليل اذا حبيت عشان تعرف اذا عندك نقص او ما عندك، بس في الغالب انا بشوف انه اغلب الناس التوازن الغذائي تبعها تعبان وضعيف ما حيقدم من احتياجه من من فيتامين د. الشغله الثانيه واللي بدي احكي معنا الاوميجا 3، هو عبارة عن حمض دهني ممتاز وله فوائد عديدة جدا ولا يمكن الاستغناء عنه حتى لأي إنسان سواء كان رياضي أو شخص عادي. الأوميجا 3 للأسف ما فيك تستخلصه من الأكل الطبيعي إلا لو أكلت في اليوم حالتين أو ثلاثة سردين. السردين هو أكثر شيء بأكثر أكل بيحوي أو أكثر نوع سمك بيحوي الأوميجا 3. ما بعتقد أنه في كل شخص لازم، في إنسان حيقدر كل يوم يأكل حالتين أو ثلاثة سردين. متواجد طبعا بالتونة والأسماك تاني بنسبة ضئيلة شوي، فأغلب الناس ما حتقدر تحصله من الأكل الطبيعي، فلازم تأخده كمكمل خارجي. الجرعة الدنيا المطلوبة للشخص العادي هي 1000 ميلي جرام في اليوم، وللشخص الرياضي من 1500 ل 2000. طبعا الألف لازم تنتبه لما بيكون لك مكتوب على العلبة فيه شغل إنه الأوميجا 3 1000 ميلي جرام، فهو مش 1000، هو مجموع الزيت الدهني داخل الحبة كلها هو تركيزه 1000، لكن التركيز الـ EPA والـ DHA اللي هن هدول هن الأوميجا 3، المكونين الأوميجا 3 بيكون في الغالب ما بيتجاوز 400 أو 500. فلما بقول لك أنت بحاجة 1000 في اليوم، فأنت بحاجة حبتين لحتى تأخذ 1000 هاي. لما بقول لك 1500 أو 2000 فأنت بحاجة 4 حبات أوميجا 3 تقريبا يعني، أو ما حسب العلبة. شوف أنت تطلع على كل علبة وطلع وراها قد إيه التراكيز المواد فيها. الأوميجا 3 الدور الأساسي في صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ ومنع الإصابة بالجلطات الدماغية أو السكتات القلبية. له دور كبير كتير في الوقاية من مرض الزهايمر. له دور في تحسين تدفق الدم للعضلات وبالتالي استهلاك الجسم للسعرات الحرارية. له دور كبير كمان في تنزيل أو في تخفيض الدهون الثلاثية في الدم وفي تخفيض الكوليسترول. أعظم وأفضل فوائد الأوميجا 3. حنحكي هلا على فيتامين اخر او معدن اخر مهم من المعادن المهمه للانسان وللشخص الرياضي، وهو الزنك. الزنك برضه من الشغلات اللي ما ممكن تستخلصها من الاكل الطبيعي. الزنك شغله كثير ضروريه ويعني بيحتاجها كل شخص وخصوصا الرياضي. انت بحاجه اقل شيء 25 ملغ في اليوم.
الزنك له دور كبير في رفع المناعة، له دور كبير في طبعا في أقل استخدام طبي له عند كل الناس اللي بيعرفوه، هو صحة الجلد والشعر وحب الشباب ومشاكل الجلد المعروفة عند كل الناس. الزنك له دور كبير في رفع التستوستيرون الداخلي عند الإنسان، له دور كمضاد أكسدي في الجسم، وله دور في رفع استقلاب البروتين داخل العضلات. ومثل ما قلنا 25 ملي جرام في اليوم كافية للشخص، ممكن يصل 50 ملي جرام في اليوم ما في مشكلة. في عنا كمان مكمل مهم وضروري لكل شخص كمان اللي هو مالتي فيتامين. أنا بحب أخذ مالتي فيتامين كل يوم حبة على الأقل، خصوصا في أوقات الدايت يعني ممكن أسويها حبتين. المشكلة إنه إني أنت مثل ما قلنا ما فيك تستخلص كامل الفيتامينات ومن كل الأكل مهما أكلت من سلطات وكذا، فأنت في معادن ما ممكن تدخل فيها، فإذا أخذت على الأقل حبة في اليوم فهي كافية تأمن لك احتياجك اليومي من جميع انواع الفيتامينات والمعادن الناقصه من جسمك، خصوصا في اوقات الدايت في اليوم الواحد في اكله فيه كثير قليل ويعني بيحتاج هالمعادن هالفيتامينات هي كلياتها. في عندنا هلا كمان معدن مهم كثير كمان لازم ما ننساه وما نغفل دوره، هو المغنيسيوم. المغنيسيوم هو شغله كثير مهمه للشخص العادي والرياضي ايضا. لاحظ انا كل البيتات عم بحكي عنها عم بقول الشخص العادي والرياضي، انه هاي الامور حتى الشخص العادي بحاجه الى ونوادر بانظمتنا الغذائيه انه نحصل الكميه المطلوبه للشخص من كل فيتامين. فانت ممكن تاخذ مالتي فيتامين بس، لكن ممكن تاخذ الفيتامين على حده ثانيه لوحده، لاني لها دور ثاني كثير في شغلات ثانيه ممتازه لمناعه الانسان ولجسم الانسان. ومو غلط اذا اخذتها حتى لو ما كنت تلعب رياضه، بس منيحه لصحتك ولجسمك. المغنيسيوم الجرعه البنية منه كل يوم من 350 ل 400 ملي جرام. المغنيسيوم له دور في استقرار الكالسيوم داخل العظام والعضلات، ايضا له دور في تقليل اجهاد العضلات وبالتالي رفع مستويات الطاقه عند اللاعب وخصوصا اثناء التمرين. لما بيكون عندك مستوى كافي من المغنيسيوم في جسمك داخل الدم، وله تاثير طبعا ايضا على مستوى السكر في الدم. وجود المغنيسيوم له تاثير مباشر على مستوى السكر في الدم، فانخفاضه بياثر على مستوى السكر في الدم، وهذا الشيء منيح بالنسبه للاعب الرياضي. اخر فيتامين راح احكي عنه حاليا وبرضه مهم للشخص العادي وللشخص الرياضي مثل ما قلنا، فيتامين سي. فيتامين سي هو طبعا كلنا بنعرف انه فيتامين سي رفع المناعه بس، اما هو فيتامين سي بالنسبه لنا كرياضيين مهم جدا لاسباب تنمو بس رفع المناعه. فيتامين سي له دور في منع انهيار العضلات رقم واحد. فيتامين سي له دور في تحسين الاداء الرياضي، له دور في تحسين انتاج الكولاجين. الكولاجين هو الرابطه الاساسيه في بين المفاصل والاربطه والعضلات والعظام ايضا، ويساهم في برضه في قوه العظام ماده الكولاجين. امتصاص الحديد داخل الجسم فيتامين سي له دور كبير فيه كمان، وبالتالي لما بيكون عندك امتصاص حديد جيد فعندك انت مستوى نقل اكسجين جيد داخل العضلات. فيتامين سي له دور كثير مهم في قمع الكورتيزول الناتج عن الاجهاد العضلي والستريس، او الستريس باللغه العربيه الضغط العصبي. يعني انت لما بيكون في عندك ضغط عصبي بيكون في عندك اجهاد عضلي شديد اثناء التمرين، بيكون عندك تعب اثناء الحياه اليوميه، في عندك ستريس مرتفع، في عندك هرمون الكورتيزول. هذا من أسوأ انواع الهرمون اللي نحن بدنا، يعني هو أسوأ انواع شيء ينتج داخل الجسم للشخص العادي والرياضي. بالنسبه للشخص العادي بيعمله دائما حالة من التعب والإعياء، وبالنسبة للشخص الرياضي بيعمل لنا هدم عضلات، بيعمل لك برضو مزاج غير تعبان طول النهار، مزاج سيء، وبالتالي هرمون الكورتيزول نحن يعني لازم شغلة يعني بتوقف من إنتاج أو ارتفاع الكورتيزول في الجسم، فلازم نحن ننتبه لها، والفيتامين سي بيساهم في هذا الموضوع. طبعا الجرعة بالنسبة للشخص العادي من 500 إلى 1000 ملي جرام في اليوم، للشخص الرياضي من 1000 وحتى 3000 ملي جرام في اليوم فيه ياخذ ما في مشكلة من فيتامين سي. طبعا انت حتى في حاله المرض انت فيك تاخذ 3000 او 4000 ملي جرام في اليوم من فيتامين سي لرفع المناعه، بكون في عندك حاله جريب او حاله انفلونزا ما في اي مشكله على فيتامين سي، ممتاز جدا في هالحالات هي. هذا كان كل شيء لحلقتنا اليوم اللي حكينا فيه عن المكملات. حاولنا ما نطول الحلقه كثير، حكينا عن اهم المكملات اللي بيحتاجها الشخص الرياضي او اللاعب الرياضي ولاعب كمال الاجسام، وبرضه اللي بيحتاجها الانسان بشكل عام، الشخص بشكل عام، نتيجة ظروف الحياة اللي بتكون نوعا ما يعني بتضغط على الشخص فما بتخلي أمن احتياجه اليومي من كافة العناصر الغذائية أو من كافة فيتامينات المعادن. إذا في عندكم أي سؤال تاني عن أي مكمل تحت الفيديو تعليق وأنا رح أجاوبك عليه. حننزل حلقات تانية متعلقة بالتغذية، وحننزل حلقات متعلقة بالتمرين والتدريب،
وإن شاء الله بنحاول نجاوب على كل استفسارات الناس اللي بهذا المجال أو الناس اللي بيطلع له تساؤل في هذا المجال. لا تنسونا من اللايك ومن الشير ودعمونا، وسلام، شوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية.